بحث وزير البترول طارق الملا ورئيسة شركة بي بي البريطانية للغاز بحث أنشطة الشركة في مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالي لتنمية الآبار المكتشفة. تم خلال اللقاء استعراض أنشطة بي بي كمشغل رئيسي في حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى برامج العمل بمناطق امتياز شمال كينج ماريوت وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية وشمال دمياط.